النهارده حاجه اسمها ايه ده؟ اهو سكس ديترمينيشن ان هيومن. سكس ديترمينيشن ان ايه؟ ان هيومن. طبعا عاصم عشان هو من اشطر الناس عندنا هيروح قايل لي بص يا مستر من الاخر كده الميل عباره عن 44 بلس اكس واي والفيميل 44 بلس اكس واكس. هقول له واو يا انا كنت اقول كده لا اله الا الله. تمام هو ده فعلا السكس ديترمينيشن ان هيومن وخلصنا. طبعا ده هزار. نبدا اوتوزوم سوماتيك كروموزوم 22 بير اللي هم ال 44 كروموزوم دول موجودين في الميل اند الميل عند الفيميل. يبقى كده كده كلنا 22 بير من الكروموزومات 44 بلس الميل بيبقى اكس واكس ولا اكس واي؟ اكس واي الحمد لله. والفيميل اكس واكس. السكس كروموزوم بقى كام بير اصلا؟ 1 بير. تمام الفرق ما بين الميل والفيميل؟ والله حضرتك لسه قايل ان الميل اكس واي والفيميل اكس واكس. اوكي نبدا. يبقى ده كلام قديم. السل ان هيومن فيميل السوماتيك سيل كام بير؟ 22 بير ما احنا قلناه بلس اكس واكس. بصوا بقى اكس واكس يتقال عليها كلمه سيمتريك. يتقال عليها ايه؟ يعني ايه سيمتريك؟ زي بعض ولا غير بعض؟ زي بعض. الحمد لله سيمتريك زي بعض. وبيتقال عليها كلمه هومو زايجوت. وبيتقال عليها كلمه هومو ايه؟ زايجوت. لانهم حاجات زي بعض. اوكي الكروموزومات بتبقى 44 بلس اكس واكس. الكروموزوم بتبقى 44 بلس ايه؟ اكس واكس. طيب الجونات سيل بتبقى اوفري. الديفيجن اللي بيبقى في الاوفري بنقول عليه مايوزيس. بنقول عليه ايه؟ مايوزيس. وبيطلع لي الحمد لله ده كله كلام قديم. وبيطلع لي اكس. وبيطلع لي ايه؟ اكس. يبقى الاوفا جواها ايه؟ 22 بلس اكس. 22 بلس ايه؟ اكس. طيب نروح الناحيه الثانيه. السل اللي في الميل. السل اللي فين؟ ميل. اللي في الميل قرب. شايف والله السوماتيك ايه ده؟ طب السوماتيك سيل جواها قد ايه؟ اكس واي. الحمد لله كده انت شايف قوي. 22 تمام 22 اوكي وبلس اكس واي بلس ايه؟ اكس واي 44 بلس اكس واي. ماشي الجونات سيل برضه اللي هي التستس مايوزيس وبرضه هتطلع لي في الاخر 22 بلس اكس. ايه ده؟ او 22 بلس واي. يبقى دلوقتي من وجهه نظركم مين اللي ريسبونسبل عن ان المولود يبقى ميل او فيميل؟ مين المسؤول عنها الميل ولا الفيميل؟ الميل. الميل طبعا. ليه؟ لان دلوقتي احنا عندنا حاجه غريبه قوي. الفيميل دايما 22 بلس اكس دايما. اما الميل مره يبقى 22 بلس اكس ومره يبقى 22 بلس واي. فلو حصل ال 22 بلس اكس مع 22 بلس اكس من الميل هيطلعوا لي 44 بلس اكس اكس. وبكده المولود ده هيطلع ميل ولا فيميل؟ ميل. الحمد لله فيميل. فيميل عشان بنت. اكيد فيميل. اكيد ايه؟ فيميل لانها اكس واكس. اما لو جل 22 بلس اكس هي هي من الفيميل مع 22 بلس واي من الميل هيطلعوا 44 بلس اكس واي يبقى ميل. يبقى ميل. ركز اجيب هعيدها تاني تاني. يلا ركزي. كده كده قلنا ان الفيميل دائما وابدا هتبقى ايه؟ 44 بلس اكس اكس. في حد معترض؟ دي كده فيميل الحمد لله. طب الميل 44 بلس اكس واي كده الميل. حلوة دي فيميل دي الميل. متفقين؟ نبدأ هنعمل لهم مايوزيس. هنعمل لهم ايه؟ مايوزيس. هيطلع لي الفيميل 22 بلس اكس. تمام؟ عشان دي بس بشعر عشان دي بنتوية. اوكي انا موافق على الموضوع ده. تمام اما بالنسبة للميل لا ليه احتمالين مره بالاكس ومره بالواي. يا 22 بلس اكس يا 22 بلس واي. طب عايزين نبدا بقى. بسم الله الرحمن الرحيم نعمل كروسنج للاثنين اللطاف دول يبقى دول اللي هيطلعوا مره هيبقى
ده مع ده فيطلع 44 بلس اكس واكس. طلعت يميل ولا يمين؟ يمين. الحمد لله. المره الثانيه هيبقى ال 22 بلس اكس مع ال 22 بلس واي يطلعوا 44 بلس اكس واي. اللي طلع دلوقتي ده ميل ولا في ميل؟ ميل. الحمد لله ميل. صعبه بس كده. فما اقول لك مين المسؤول تقول لي طبعا الميل قولا واحد. الاكس ده الفرق بينه وما بين الواي؟ قال لك رقم واحد السايز، رقم اتنين الجينز، يبقى رقم واحد السايز ورقم اتنين الجينز. ايه الفرق بين الاكس والواي؟ السايز والجين. قولي لي مين الاكبر الاكس ولا الواي؟ الحمد لله ايام الطفوله كده هتلاقي الاكس كان طويل اما الواي بيبقى صغنطوط ومبطط كده. اوكي في كلمه، في حد يقول كلمه علميه مبطط؟ نكمل. البروبابيليتي اوف سكس ديترمينيشن اجين، الهازبنت بيبقى اكس وواي، الوايف بتبقى اكس واكس، كده كده ده بيطلع اكس لوحده وواي لوحده. اما الواي تعالي هنا، اما الواي بيطلع اكس، امتى نطلع؟ يبقى هيطلع في ميل او ميل. ممكن تتقال كده او تتقال زي ما انا قلتها 44 بلس اكس واي 44 بلس اكس اكس. بس انا مش ممكن تطلع واي واي ده كان جديد. الحمد لله ده مرض ان شاء الله. ده مرض ثانيه حتى ده مش مرض تطلع معاك. عارفه ليه مش ممكن؟ الاصل في اللايف الاكس، يعني كلنا اتفقنا الميل اكس واي، الفيميل اكس واكس، فكده كده لازم الاكس، فبيسموه حتى الكروموزوم اوف لايف. تمام بطيب. يعني مش ممكن نعمل كائن عادي نسميه ولا لا؟ هنعمل كائن اكس اكس واي، وهنعمل كائن اكس زيرو، وهنعمل كائنات كتيره وامراض كتيره، بس عمر ما في كائن واي، واي لوحدها كده هيطلع ميت. يبقى دايما السبيرم 22 بلس اكس. تمام يعني اللي بيسقطوا هم في البتاع وابنها ميت لا مش هيتولد اصلا، مش هيتكون اصلا، مش هيبقى فيه زيجوت اصلا. تمام. الفيميل امبريو 44 بلس اكس اكس دي فيميل، اما الميل امبريو 44 بلس اكس واي. يبقى السبيرم، يبقى السبيرم هو المسؤول عن السكس. يبقى السبيرم دايما هو المسؤول عن مين؟ عن السكس. صعبه هرج كتير بقى. بيقول بس في ايه؟ يبقى هقول ان الجين ليه احتمال اكس اند واي، اكس اند ايه؟ اند واي. خدوا بالكم بقى من الجمله دي، وجت في الاسئله بشكل غريب جدا. بيقول لك افتر 6 ويك، افتر 6 ايه؟ ويك. اللي عندهم واي بيبدا يطلع هرمونز، بيبدا يطلع ايه؟ هرمونز، وينشط التستس، وبالتالي عندهم ايه؟ اكس. واي بيبدا الواي ده يطلع هرمون، بيبدا الواي يطلع واي، اللي بيطلع واي، اللي بيطلع اللي عنده واي يعني. طب هو اللي عنده ده هو بس بالظبط بعد 6 اسابيع بيبدا يطلع هرمون وينشط التستس. فانا دلوقتي لو عايز اعرف المولود ده ميل ولا فيميل اقدر ابدا اعرف امتى؟ اما يتكون بعد كام اسبوع؟ 6 ويكس. فجه سؤال لطيف جدا بيقول لك واحده بتاريخ 1/2 اداك اي تاريخ اي ديت. تمام. تيجي امتى المستشفى؟ 10 بالظبط. يبقى افتر 6 ويك انا ببقى متاكد لو عندي ميل خلاص عرفته. طب لو ما طلعش الهرمون ده بعد 6 اسابيع فغالبا المولود ده ايه؟ شكرا. بس يعني كده بيعرفوا مين هو البيبي؟ لا بس هو بيعرفوا بعد 4 شهور. بعد 4 شهور ده لو عايز اشوفه على الشاشه. اما نقدر احدد بالهرمونز بعد كام اسبوع؟ 6 اسابيع، شهر ونص بس. لان بعد شهر ونص لو عندها في بطنها واي بيبدا الواي ده طلع هرمونز، اقدر انا احلل الدم اطلع الهرمونات واروح قايل للست مبروك اللي عندك ده. يعني الدكاتره مصابين بقى. طب بس طمنيني ان انا ولد وفي الاخر طلعت مني حد. يبقى لو استنينا 12 اسبوع يعني 3 شهور بالكامل وما لقيناش واي، دونت كروموزوم واي، ومفيش هرمونات واي، يبقى 100% المولود ده ايه؟ فيميل وعنده 2 اوفري. يبقى واحده واحده. بيقول لك الجين اكس اند واي افتر 6 ويكس. تمام. اباوت مانث اند هاف بيجينينج اوف بريجننسي الفيتاس بتاعنا بيبقى عنده كروموزوم واي. كروموزوم ايه؟ ساعتها الكروموزوم الواي ده ديفرنشيت وبيبدا يطلع تو تيستس.
واكيد ده ميل واكيد ده ايه ميل. اما لو استنيت 3 مانس يعني كم اسبوع على فكره احنا بنعد دايما بالاسابيع. يلا افطر 12 ويكس افطر 12 ويكس اباوت 3 مانس تمام. لو ما ظهرش عندك اي كروموزوم واي ان شاء الله هيعمل 2 اوفري ان شاء الله هيعمل ايه 2 اوفري. نبدا بقى ابنورمال كروموزوم. ابنورمال ايه كروموزوم؟ يلا ايه اللي بيحصل في واحده واحده ايه اللي بيحصل في الابنورمال كروموزوم ده؟ في الابنورمال كروموزوم بيحصل ريزلت اوف اوكيرنس اوف ميستيك. انت بنت ولا ولد؟ اكس اكس واي ولد بس عنده صفات بنت. ايوه شايفه هقوله دلوقتي هرمونات البنات. ايوه الريزون ايه السبب؟ ايه السبب في المنظر اللي قدامنا ده؟ ايه السبب في المنظر اللي قدامنا ده؟ occurrence mistake حصل غلطه في الزاميت. حصل غلطه في الايه؟ في الزاميت. حصل غلطه في الميوزيس فحصل ديكريز او انكريز لان احنا هناخد كذا مره ديكريز او انكريز في السكس كروموزوم. ساعتها abnormal individual هيطلع شخص abnormal. نبدا اللي اكتشف المرض ده دكتور كلينفلتر تمام اسمه هنري هنري كلينفلتر والمرض اتسمى باسمه كلينفلتر. ده مش الفلتر ده بتاع لا الفلتر ده حاجه تانية. انا بتكلم عن الحاج هنري وما تخليش يجي يشتمك يقول لك ده ابويا تمام. فهنري كلينفلتر سنه 1942 قال لك ايه؟ الفيميل 22 بلس اكس اكس. عندك مانع؟ لا. ازاي هو المفروض 22 بلس كام اكس؟ واحده. لا واحده بس. ايوه صح. الفيميل استني بس الفيميل المفروض 44 بلس اكس اكس. لما تيجي تطلع الجاميت بتاعها الجاميت يطلع 22 بلس اكس اكس. قال لك رفض الانفصال وطلع 22 بلس اكس اكس. والله ما سايبك. وهيحصل هايبريدايزيشن مع ميل 22 بلس واي فيطلع الطفل اللي هيتولد ده 44 بلس اكس اكس واي. يا اجين هايبرات هايبرات كده بقى. المفروض ان الفيميل تاني ما انا هقولها تاني والله تمشحش بقى. المفروض ان الفيميل 44 بلس اكس اكس لما يحصل لها ميوزي السليم بتطلع لي 22 مين هو هيبقى 44 اكس اكس الاب دي الفيميل ولو مش سليمه هتبقى اكس ثانيه تمام. حلو تمام. دي لو سليمه 22 بلس اكس. هما بيجي يعمل ايه لما بيجي يعمل إيه؟ لو مش سليمه ازاي دي الفيميل لو مش سليمه ازاي استني بقى ده كده الميل 44 بلس اكس واي. لو الميل ده سليم 22 بلس واي 22 بلس ايه متفقين يعني مش سليم. انا هقول بقى لو مش سليم انا هقوله دلوقتي حصل غلطه في الميوزيس. حصل غلطه في الايه في الميوزيس. لا 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 هنا حصل غلطه في الميوزيس. هو بينزل اكس لوحده لا نزل اكس مع بعض صح. ايوه حصل غلطه في الميوزيس ما ينفعش نشيل اكس. لا لا طبعا مش بيتشال. هو ليه حاسس ان هي مساله ماس ابنورمال؟ ما هي مساله ماس. ابنورمال فيميل ابنورمال ايه فيميل ابنورمال فيميل. الاكسات ما رضتش تسيب بعضها في الميوزيس. والله بتاع مش الاكسات ما رضتش تسيب بعضها. لا عشان بيبصوا لي لما بتاع زيق ماشي. الاكسات ما رضتش تسيب بعضها في الميوزيس فطلع 22 بلس اكس. فطلع 22 بلس اكس. والله مش عارف اقول. فطلع ولد والله معايا هو مختار ده مش عارف هرموناته وصفاته بيت. بصوا كده فهيطلع الجاميت بتاعنا 44 بلس من الفيميل اكس اكس ومن الميل واي فهيطلع المولود 44 بلس اكس اكس واي. سبب المرض ده الميل ولا الفيميل؟ الميل. لا طبعا الفيميل. طب الام ايوه البنت يعني هيجيب الهرمونات من ابوها. طب انا عندي سؤال. طب في ناس عندها الهرمونات بس وفي ناس عندها المواصفات بس الايه؟ فهمني يعني كده بس يا مريم. ايوه هو العدد اصبروا بقى. يبقى المره دي حصل فيرتلايزيشن اوف ابنورمال اوفم. الاوفا مش سليمه. الاوفا وهي بيحصل لها مايوزيس الاكس رفضت تنفصل فالاوفا دي 22 بلس اكس اكس مع نورمال سبيرم مع نورمال ايه سبيرم 22 بلس واي. ايه اللي حصل؟ الكروموزوم بتاعه مش عايز اسمع صوت خالص 44 بلس اكس اكس واي
كده كام كروموزوم؟ 44 مع اكس اكس واي ده 47 كروموزوم. المفروض العادي كام؟ 46. ده عنده 47 كروموزوم. هل هو ميل ولا في ميل؟ هو ميل. هو ميل بس مراته في ميل بسبب وجود الواي. هو ميل بسبب وجود الواي. يعني اتجوز بنت الولد ولا ما اتجوزش؟ مش هتجوز اصلا. تمام. ده عنده اكسترا اكس. ده عنده اكسترا ايه؟ اكس. عنده ديستربنس ان سكس هرمونز. عنده فيميل جين. الراجل ده هيبقى ستيرايل عقيم، هيبقى طويل جدا، وظاهر عنده كل الفيمين كاركتر. يعني عنده فيمينايزيشن. يعني ايه فيمينايزيشن؟ جسمه اللي يبص عليه من بعيد هي فيميل، اللي يبص على جسمه من الخارجي هي فيميل، ولكن في الحقيقه هو ميل عميق، ميل عقيم، يعني ما بيخلفش. اوكي. وتصدم كده ليه؟ ده المخصص ليه متأثرة؟ وانا بقى وانا معلقة صراحة. اجل برضو واحد اشرح عليه عشان مش فاهم. ما هو ما ينفعش اشرح عليه لانه ممنوع طبعا، وممنوع في مصر هنا بالذات اي تجارب من الحاجات دي. عايزة تبوظي نفسيته ولا ايه؟ بصوا بقى اجل تاني واحد مرة. يبقى احنا عندنا الفيميل 44 بلس اكس اكس، والميل 44 بلس اكس واي. نبدا بس انا اعرف يعني. لا ماشي، هخلي الراجل ده ينقص بس 4 الفيميل دي. سوري 44 دي هتبقى 22 بلس اكس. ده العادي اللي احنا قلناه من شويه اكس اكس. ده يبقى ده المرض اللي هو كلين فلتر. بصوا بقى اللي هيحصل دلوقتي. 22 بلس او ايه او ده بلس زيرو. عارفين يعني ايه زيرو؟ الفيميل رفضت تدي لا اكس ولا اكس اكس ولا تدي حاجه خالص. والميل الغلبان طلع لي المره دي 22 بلس اكس. ماشي. هو الميل يا يقدر يطلع 22 بلس اكس، يقدر يطلع 22 بلس واي. ايوه كده بقى. مش هو حر؟ هيطلع ميل 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 طبيعي ولا هي اللي هيطلع ده هيطلع 22 بلس اكس زيرو. دي ميل ولا في ميل؟ ميل طبيعيه ولا ناقصه؟ ناقصه. بس كده هو ده الترنر. يبقى الترنر ايه المرض التاني؟ المرض التاني ده حصل فيه ايه؟ ان الفيميل رفضت تدي اي حاجه والميل ادى ال 22 اكس عادي. فالمولود يا عيني طلع 44 بلس اكس ايه؟ زيرو. ما فيش اكس او، دي لعبه. 44 بلس اكس زيرو. ده اسمه ترنر سيندروم، اللي اكتشفه سنة 1938. اللي حصل برضو ابنورمال اوفم، الفيميل مش طبيعية. هتبقى قصيرة جدا، هتبقى ما بتخلفش، هتكبر في الجسم ولكن في الطول هتفضل زي ما هي. اللهم الاجزام دي 22 بلس زيرو مع ابنورمال ما بيتجوزوش. ابنورمال سبيرم 22 بلس اكس. 22 بلس اكس ربنا ياخد التيك توك. نكمل بقى. مش ايه يعني تبقى انسانة طبيعية؟ مش طبيعية ابدا، قصيرة جدا، ما بتتجوزش، ما بتخلفش. يعني هي ولد؟ في واحدة انا لسه شايفاها في الشارع امبارح اصلا. شكلها بنت. انا شفتها بس هي في الاساس ولد. ولا عمرها ما لهاش علاقة بالولاد من اي حال، دي اكس زيرو. مش فاهم. شكلها من بره فيميل. بس فيميل قد ايه؟ قد كده. قصيرة جدا فعلا. تمام؟ ما عندهاش القابليه اصلا. الريبرودكشن اورجان الاعضاء بتاعتها مش هتنتج ومش هتكمل. وعندهم كده ما بينتجوش اصلا. اصلا ما بيكملوش. حلو. عدد كروموزوماتها دي 44 بلس اكس واحده بس، فعدد كروموزوماتها كام؟ 45 كروموزوم. عندها نقص في الكروموزومات. هي ميل ولا فيميل؟ هي طبعا فيميل. طالما ما فيش واي تبقى فيميل. تمام. وعندها نقص في الاكس للاسف. البنت دي انسيكشوال كاركتر، يعني هتبقى شكل بس من بره انها فيميل، ولكن هي انسيكشوال. انسيكشوال رسمي. ميل ولا ميل؟ ميتة برضه. مش هتوصل للبلوغ اصلا. عندها كونجينيتال ديفكت، عيوب خلقيه كتير، عينين بايظه ودان بايظه ساعات. عندها مشاكل في الهارت والكيدني وغالبا بتموت بدري. تمام. شورتنس بتبقى قصيره جدا. تمام. ما بتجيب ما بتجيبش 140 سم. تمام. لا قصيره جدا، ده اللي هو 140 سم. 145 ده يبقى بالنسبه لها يا حلاوه يعني. تمام. يا اوكي. يعني وانا قاعد كده دماغها تبقى عند الكرسي. بالظبط. لا فعلا. لا لا ما بتزيدش. صاحبتي 148 سم وهي قد كده فعلا. هي قد ازاي؟ 148 148
عندنا واحده 183 لا 183 ده ممكن تبقى كلين فلتر ما ينفعش يبقى هي 181 انا بوريكم الاثنين بيتخانقوا مع بعض تمام نكمل كده خدنا كم مرض مرضين تيجوا نعمل كومبير ما بينهم بسرعه بصوا كده اللي بالورا هتلاقي في جدول كومبير اصلا ادي الكلين فلتر الكلين فلتر ده ابنورمال اوفن الاوفم المفروض تدي 22 بلس اكس واحده ادت 22 بلس اكس اكس ده الكلين فلتر اللي فات والنورمال لا السبيرم نورمال عادي جدا فالطفل اللي هيطلع هيبقى عنده اكسترا كروموزوم اكس هيطلع 44 بلس اكس اكس واي يعني عدد كروموزوماته 47 كروموزومات فده هيبقى ابنورمال ميل ده هيبقى عنده ابنورمال عنده زياده في الاكس زياده في الايه هيطلع ستيرايل ميل يعني ايه ستيرايل عقيم شيطان ومع بس بقى وابنورمال تمام بس بقى بس يا عم ربنا معاك خلاص يلا شذا بص ليه طبعا بس 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 ده ميل بس عنده اكس زياده فالميل اللي عنده اكس زياده ده في ميل كاركتر هيبقى عنده بقى في ميل كاركتر عنده بريست تولنس طويل جدا الناس الطبيعيه زي عندها كام اكس وكام واي الحمد لله الفيميل 44 بلس اكس اكس ولما انا خايفين اكس واي والميل 44 بلس اكس واي تمام ما تخلونيش نتخانق اقعدي المرض الثاني يلا عمو ترنر عمو ترنر قال لك ابنورمال ما وردتش خالص الاوفم المفروض 22 بلس اكس اديت 22 بلس 0 طيب السبيرم 22 بلس اكس فاللي هيتولد 22 بلس اكس 0 فعنده نقص في الاكس عنده نقص في الايه الاكس كم كروموزوم 45 كروموزوم دي ابنورمال فيميل ما عندهاش واي ما عندهاش ايه دي فيميل مش هتوصل اصلا للبيوبرتي مش هتوصل للبلوغ عندها نقص في هرمونات كتير عندها كونجينيتال ديفكت يعني عيوب خلقيه في القلب والكلى وقصيره جدا الاخير المرض الثالث اللي علينا تمام طبعا في امراض كتيره ما تجيبش سيرتها على فكره اسمه داون سيندروم داون ايه سيندروم ده عنده الخلل في الكروموزوم رقم 21 هو ده اصلا 6 كروموزوم لا فده بره ال 6 كروموزوم ده فيرتيلايزيشن نورمال جاميت باي ابنورمال جاميت يعني واحد سليم والتاني بايظ المره دي مش شرط ان السبب يبقى الفيميل ممكن يبقى الخلل في الميل او الفيميل المشكله ينفع تبقى في ده وينفع تبقى في ده ثانيه والله بشوف ده سبب هو بتعرف يا مستر الخلل في الكروموزوم واحد وايه بيحللوا هما الاثنين هل بتعرف ممكن يجي واحد ده في اخر حصه ان شاء الله هقول لكم ان لو العيله فيها حامل للمرض لازم تدور على عيله بيور ما فيهاش المرض عشان يطلعوا اشكال سليم اما لو انت خدت من نفس عيلتك بالظبط لو خدت من نفس عيلتك وانت حامل للمرض وقريبتك حامله للمرض يعني انتوا الاثنين كارير طب ممكن ما يبقاش قريب وتجيبه برضه يعني هيبقوا الاثنين كارير بس حظه بقى هو خد هو بعد عن عيلته بس هو عارف ان عنده جين المرض وهي ما نتلوش وهي من عيله تانية وعندها جين المرض ولبس الحمد لله عشان كده لازم اي اثنين قبل ما يتجوزوا يعملوا تحاليل تمام وهناخد الكلام ده لسه مولوده وكده يلا هنا الخلل في الكروموزوم رقم 21 اللي هو اوتوزوم اللي هو ايه اوتوزوم بالذات الدرس ده الغلط بص 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 45 بلس اكس واي او 45 بلس اكس واكس لا لان عنده خلل في الكروموزوم رقم 21 بقوا كام كروموزوم بقوا 3 فعدد الكروموزومات هنا 47 كروموزوم السبب فيه بيأثر على الميل او الفيميل الشخص ده ماله بقى تمام كروث ريتارديشن تاخر نمو اوفال فيس وجهه بيضاوي تمام شورتنس بيبقى قصير جدا كونفكس اي عينه شكلها مميز جدا باك اوف هيد از فلات ودي مهمه راسه دايما بتبقى مسطحه دي فعلا اللي ممكن تاخد باله منها دي اللي الدكاتره فعلا بيلمحوها اللي هو كل النونان بيتولد راسهم باين انها راس قالوا في فرق ما بين مش عارفه عينيها وانها حاجه زي كده بالظبط هي بتتقاس وقالوا في حاجه في راسها بس هما الدكاتره قالوا كده ما كانش حدش كان عارف بقى بس بعديها بس الدكاتره بعديها اتاكدوا الفنجر طب انا مستر وانا صغير كان دماغي ما بلاش
الفنجر والتو والله بيقول لك كانت دماغها كبيره الصوابع صغيره صغيره مسطحه لا مش انا تمام الحمد لله. طبعا لو منتال ريتارديشن بيبقى متخلف عقليا تمام بيبقى متخلف عقليا طبعا وسمول اير ودانه بتبقى صغيره مين منهم لا ما بيبقوش عاديين بيبقوا اتمرنوا انهم يعملوا وظيفه معينه أيوة شكل معين تبين انهم عاديين اللي بيجيبهم السيسي دول أيوة بيقول لك هنا زيرز ابنورمال كروموزوم بيبقى فيه مشكله ابنورمال اسمها بولي بلويد. يعني ايه بولي بلويد؟ دي اخر حاجه خالص ده فيرتلايزيشن برضو من ابنورمال اوفا دائما وابدا او غالبا الاوفا هي المشكله 22 بلس اكس واكس مع نورمال سبيرم 22 بلس اكس بصوا طلع ايه 44 اكس 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 طلع عنده كام اكس 3 فالشخص ده بنقول عليه بولي بلويد لانه عنده كام اكس 3 بصوا بقى اخيرا السكس كروموزوم اكس هو المسؤول عن اللايف كده كده اساس الحياه هي الاكس اما الواي ده هو اللي بيحدد السكس بس اساس الحياه ميل او فيميل دي لعبه الواي اما الاكس هو اللايف من غير اكس مفيش حياه طب مستر عايز اسال سؤال معلش اسال لما الاثنين اللي هيتجوزوا دول يعملوا التحاليل ويطلع اللي هو بتاع اسمه ده اي مرض ها ممكن يتعالج اللي هو الحاجات دي ممكن نمنعه من الاول ان احنا نحلل لهم ممكن لو المرض بنسبه هي بتروح تحلل حاجه اسمها السائل بتاع الرحم فيقول لها هتولدي مشوه وانت حره بقى عايزه تولدي ولا تسقطي بصي لا مش شرط اصل انت دلوقتي لو في نسبه من المرض وانت اتجوزت خلاص ففي نسبه مثلا 25% طلع على حظك ان الطفل الاولاني بروح ساله عني ما خلفت بس ممكن يجيب تاني انت تتحذف في الدنيا ها تختاري تخلفيه ولا نسقط ده ونجرب المره وان شاء الله يطلع سليم في المحاوله القادمه مين موضوع حرام وحلال ده قايم على حاجات كتير من نوع الاب والام ينفعش اعرف من الاول ايه دنيته ينفعش اعرف من الاول دي امي بطلت هتعرف من قبل الجواز قبل الجواز ايه ايوه بتعرف بعرف يا ماما يا سلام في ناس انت هو بيتحل نحل المساله دي بيقول لك نورمال مان راجل سليم اتجوز نورمال وومن ايه احتماليه انهم يخلفوا طفل مشوه الاثنين نورمال اهو ده 44 بلس اكس واي والوايف 44 بلس اكس اكس على حظي ممكن تطلع له الوايف 22 بلس اكس اكس ما تفصلوش وبالتالي هيخلفوا شخص عنده كلين فلتر او 22 بلس زيرو وهتطلع ترنر تمام الميل كده كده ما بيبقاش سبب في حاجه ف 22 بلس اكس او 22 بلس واي الست هي الازمه دايما تمام يا يطلعوا ابنورمال فيميل بولي بلويد يا يطلعوا كلين فلتر سيندروم يا يطلعوا ترنر سيندروم يا يطلعوا واحد ميت يبقى كده كده في قابليه انك تخلف طفل معاق ليه ان الوايف ما ترضاش تفصل الاكسات بتاعتها فتطلع 22 بلس اكس اكس او الوايف تطلع 22 بلس زيرو تمام الهازبند بقى 44 بلس اكس واي كده كده هو بيفصله يا يخلفوا بولي بلويد يخلفوا كلين فلتر يخلفوا ترنر يخلفوا طفل ميت تمام اوكي ليه يعني ما هو كان متخلف هيبقى كده تمام